الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. يا بتطير الحقها وما تطير، هتحرك ما بدها تفكير. وانا فرصتي اجتني وهفتح حساب توفير، فرصة اربح 10 أضعاف سيدي كل 10 أيام، او اربح ربع مليون وتتحقق كل الاحلام. ممكن اربح كل يوم 1000 دولار لما الفرصة تجيني مع فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. انا لما ينزل الراتب وحسابي مضمون، وممكن أكون سعيد الحظ اللي هيربح 250,000. أنا فرصتي بتغير حياتي، فتحت حساب لولا ولاد، حكيت للحبايب وإخواتي ولأبوي وأمي وحماتي. حساب فرصتي ممكن يغير لحياتي وسنيني، حساب فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. افتح حساب توفير فرصتي إلك أو لأحد أفراد عائلتك، أو أودع بحسابك بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها. لا تدخل السحب على الجوائز، يبدأ السحب على الجوائز خلال شهر 6 ويستمر حتى تاريخ 20/12/2023. حساب التوفير فرصتي ممكن يغير لك حياتك، خاضع لشروط الحملة. بنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم الاثنين، ويوافق 11 من شهر كانون أول للعام 2023. معكم في الأعداد والتقديم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر صفحة شبكة وطن الإعلامية على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند وشركة النبالي والفارس للعقارات وبنك الاستثمار الفلسطيني. ونبدأ بالعناوين. الإضراب الشامل يعم محافظات الوطن تزامنا مع حراك عالمي تنديدا بالعدوان على غزة. وفي ورقتنا الثانية، إضراب شامل بمدن وعواصم عربية وعالمية تنديدا بالعدوان على غزة. وفي الثالثة الأخيرة، حملات مقاطعة منتجات الاحتلال في تزايد، وجميعها ترفع شعار لا تدفع ثمن الرصاص الذي يقتل أطفال غزة. من العناوين ننتقل إلى التفاصيل متابعينا الكرام. في ورقتنا الأولى، الإضراب الشامل يعم محافظات الوطن تزامنا مع حراك عالمي تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة. Thank you.
تفاصيل متابعينا الكرام عما الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية المحتلة ضمن الإضراب العالمي الذي دعا إليه نشطاء وحراكات أيضا مختلفة حول العالم. يأتي هذا الإضراب العالمي كفكرة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة. في الوطن كانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات والجامعات أيضا والمؤسسات الأهلية قد أعلنت مشاركتها في الإضراب وما سيرافقه من فعاليات جماهيرية ستنظم في عموم مدن الضفة المحتلة. الناشطون والمؤثرون أيضا في عدد من دول العالم دعوا إلى الإضراب العام حول العالم وإلى شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول كواحدة من خطوات الضغط على الحكومات. وفي الوطن متابعينا الكرام كانت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله قد أعلنت انخراطها الكامل بفعاليات الإضراب الشامل وقالت إن الإضراب الشامل سيعم الكرة الأرضية بأسرها ضمن حراك عالمي واسع لعدد من الشخصيات المؤثرة والاعتبارية رفضا لحرب الإبادة المفتوحة التي يشنها الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة وحرب التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري في الضفة المحتلة ومحاولات إسرائيل وحلفائها لتصفية القضية الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني. في ذات السياق متابعينا الكرام عما إضراب شامل عدة مدن عربية وعواصم عربية وإسلامية حول العالم تنديدا بالعدوان على قطاع غزة. النشطاء على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أطلقوا خلال الأيام السابقة دعوات لإضراب شامل حول العالم للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وقال النشطاء إن الإضراب الشامل يهدف للضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة في قطاع غزة. ووفقا لتفاصيل الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المشاركة في الإضراب العالمي تتضمن الامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل والمدارس والجامعات أو فتح المحال التجارية في المراكز التجارية وعدم استخدام المركبات وعدم التسوق أو استخدام البطاقات المصرفية في دفع ثمن المشتريات. من جهته أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دعمه لنداءات الإضراب العالمي ودعا أيضا إلى المشاركة بقوة
في الإضراب المقرر اليوم الاثنين، وذلك للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين. أيضا دعا الاتحاد المسلمين وأحرار العالم للتظاهر والاعتصام ضد جرائم الاحتلال وشريكته المنخرطة معه بقوة الولايات المتحدة الأمريكية. وحث بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على مواصلة الإضراب وأن تحشد له المؤسسات والهيئات والأحزاب والحركات والشخصيات الكبرى في العالم إلى أن يحقق غايته وتستجيب الحكومات لرغبة الشعوب، وبالتالي يتوقف العدوان على قطاع غزة. ومرة أخرى متابعينا الكرام أذكر بأن الإضراب الشامل عم محافظات الوطن اليوم الاثنين نصرة وإسنادا ودعما لأهلنا وأحبتنا في قطاع غزة، وكان متزامنا مع حراك عالمي أطلق تحت شعار الإضراب لأجل غزة، الإضراب من أجل غزة. نبدأ أولى محطاتنا اليوم في محافظة الخليل. عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الزميل الصحفي محمود الطميزي من الخليل. محمود أهلا بك، مساء الخير وحياك الله. مساء الخير لك زميلتي رشا ولجميع المتابعين والمستمعين. أهلا بك. يعني عمليا جولتنا بدأت معك من الخليل من جنوب الضفة المحتلة، كيف تفاعلت الخليل اليوم مع الإضراب الشامل والذي طبعا جاء بالتزامن مع حراك عالمي رفع شعار الإضراب من أجل غزة؟ كيف هي الصورة لديك في الخليل وكيف تفاعلت الخليل مع هذه الدعوات والمطالبات بوقف وشل الحركة التجارية اليوم؟ نعم زميلتي رشا، منذ الصباح الباكر بدأت ترد الصور تباعا عبر السوشيال ميديا وإلى القنوات المتلفزة من محافظة الخليل، ونحن نتحدث عن أكبر محافظة في الضفة الغربية، حوالي ثلث سكان الضفة الغربية. هناك التزام شامل وكامل في جميع بلدات المحافظة والقرى والمخيمات، وبطبيعة الحال في مركز المدينة أي مدينة الخليل. نحن نتحدث عن أكثر من 100 بلدة قرية فلسطينية تتبع لمحافظة الخليل. هناك العديد من الزملاء الصحفيون الذين جابوا عدد من البلدات والقرى، وردت الصور تباعا حول التزام حديدي. هناك يعني شلل في الحركة التجارية استجابة لهذه الدعوة العالمية للإضراب ودعما وإسنادا لأهلنا في قطاع غزة الحديد. نعم، يعني محمود ربما وأنت تتحدث إلينا من الخليل وهي محافظة مهمة اقتصاديا إن صح التعبير، أو من المحافظات الفلسطينية ذات الأهمية الاقتصادية إلى جانب محافظات أخرى مثل نابلس كذلك الأمر، مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الضفة المحتلة أيضا كيف انعكست على الواقع الاقتصادي في الخليل، وهي كما أشرت في كلامك وفي حديثك محافظة يعني لها وزن اقتصاديا؟ نعم زميلتي رشا، ربما هذا يفسر في عدة سياقات. عندما نتحدث عن محافظة الخليل نتحدث عن محافظة تشكل تقريبا عمود الاقتصاد الفلسطيني بما فيها من صناعات ومعروفة في مكانتها التجارية، وبالتالي ماذا ترتب على هذه الحرب البربرية والعدوان والحصار على الاقتصاد الفلسطيني؟ أيضا ترتب عنه أولا نتحدث عن تقطيع الأوصال بين المدن الفلسطينية، هذا جانب يرفع كلفة الشحن فيما يتعلق بالاستيراد، بالإضافة إلى كلفة الشحن عن طريق الدولي عن طريق البحر والموانئ، هذه الطرق أصبحت مغلقة الآن بشكل شبه كامل ومستحيلة. أيضا هناك عامل ثالث وهو توقف قطاعات بأكملها في محافظة الخليل. نحن نعرف أن الخليل مشهورة بصناعة الزجاج والخزف والفخار، جميع هذه القطاعات تعطلت بشكل شبه كامل. نتحدث عن الكارثة التي أصابت وحلت بالبلدة القديمة بالخليل، عندما تقوم المحل التجارية في البلدة القديمة بالخليل
بإتلاف جميع المنتجات بداخلها ويستمر إغلاقها لهذا اليوم لليوم 65 على التوالي. ربما هذا ينذر بمؤشر خطير. أصحاب المحل التجارية تحدثوا لنا قبل شهر من الآن أن هذا الوضع إذا استمر لشهر أو شهرين قد لا تقوم قائمة لهذه المحل التجارية في البلدة القديمة بالخليل والتي بالأساس يعتمد أصحابها على قوتهم اليومي لتأمين مصدر رزقهم. نحن نتحدث عن أناس بسيطة تبحث عن مصدر رزقها اليومي، معظم من يعملون بها هم من كبار السن. مع خطورة الوضع القائم وحصار الاحتلال لمحافظة الخليل والتجديد عليها، وننوه أن الاحتلال استهدف محافظة الخليل من أكثر المحافظات من ناحية الاعتقالات وإغلاق مداخلها. هذا أدى إلى خوف الناس وأيضا عدم تمكن وصول معظمهم إلى المحال التجارية في البلدة القديمة بالخليل، ما دفع أصحابها إلى إغلاقها. لاحقا جرى إتلاف معظم المنتجات بداخل هذه المحال. اليوم البلدة القديمة بها مئات المحلات المغلقة، وأصلا هناك من السابق هناك العديد من المحلات المغلقة بأوامر عسكرية في البلدة القديمة. نحن نتحدث عن بضع محلات فاتحة فقط، وقالوا لنا أصحابها بالحرف الواحد يعني نحن نفتح بهدف التسلية، بهدف أن نتبادل التحايا وأن نتحدث مع بعضنا البعض فقط لا غير. نحن نعرف أن صعوبة هذا الوضع ونسأل الله أن يغير هذا الحال، لكننا سنبقى صامدون. أكدوا على هذه العبارات والجمل مرارا وتكرارا، وأيضا طلبوا الدعم والإسناد من الغرفة التجارية في محافظة الخليل. نعم تميلة رشا، هناك أيضا يرجى الحديث أن معظم المصانع في مدينة الخليل والمطاعم أيضا خفضت طاقتها التشغيلية والإنتاجية إلى 10% فقط نتيجة الوضع القائم. وقال أيضا السيد هو عبد إدريس رئيس الغرفة التجارية بالخليل خلال لقاء سابق بأن كنا في الماضي نبحث عن العمال، وبما أن العمال ليس لا يوجد هناك اليوم عمال في الداخل المحتل، أصبح هناك أيدي عاملة بكثرة. نعم. وأيضا انخفضت الإنتاجية وبالتالي لا يوجد هناك فرص عمل. نعم يعني هذه بالتأكيد يعني مشاكل تعكس نفسها بشكل كبير جدا وعميق على مجريات الواقع الاقتصادي في مختلف المحافظات، لا سيما في محافظة كما الخليل يعني مهمة اقتصاديا ومتقدمة أيضا اقتصاديا على غيرها. ولكن نسأل الله بالتأكيد أن يفرج هذا الهم وأن يزيل الكرب وأن ينتهي العدوان على قطاع غزة، والله المستعان. أشكرك شكرا جزيلا لك الزميل محمود طميزي، حدثتنا عبر الخط الهاتفي من محافظة الخليل. إذن متابعينا الكرام، بالتأكيد يعني انعكاسات العدوان الإسرائيلي والارتدادات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على الواقع الاقتصادي في مختلف المحافظات هي ارتدادات واضحة ملموسة بمعنى ولافتة. ويعني مع الأسف التقارير الصادرة عن جهات الاختصاص تشير إلى تأثر وإلى أضرار اقتصادية كبيرة انعكست على الاقتصاد الوطني، على مجمل الاقتصاد الوطني وعلى كافة القطاعات الاقتصادية خلال يعني فترة العدوان على قطاع غزة وعلى الضفة المحتلة. وأكثر القطاعات المتأثرة والمتضررة هي يعني القطاع التجاري وقطاع الخدمات بطبيعة الحال، الذي يواجه انخفاضا كبيرا في القدرات التشغيلية وفي أيضا المنشآت الصناعية التي اضطرت لخفض طاقتها الإنتاجية بسبب الظرف وبسبب الوضع الراهن والعدوان المتواصل على قطاع غزة. الآن ننتقل إلى الزميلة حنين قواريق مراسلة شبكة وطن الإعلامية، تنضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي من رام الله. حنين مساء الخير. مساء النور. أهلا بك، رصدتي وتابعتي كيف تفاعلت رام الله اليوم مع دعوات الإضراب الشامل
وذلك جاء بالتزامن بالتأكيد مع دعوات عالمية للإضراب من أجل غزة ليوم واحد ل24 ساعة. يعني حدثينا كيف تفاعلت رام الله مع هذه الدعوات وما الذي رصدته أيضا؟ نعم رشا، هناك التزام تام بالإضراب منذ الصباح. مدينة رام الله اليوم منذ ساعات الصباح الأولى ملتزمة بالإضراب بشكل كامل بمختلف مناحي ومجالات الحياة التعليمية، بمختلف مجالات الحياة سواء التعليمية، المواصلات العامة وكذلك التجارية. بدأ الالتزام بالإضراب شامل، يعني في الإضرابات السابقة كنا نشهد بعض البقالات أو أكشاك القهوة تكون مفتوحة عادة، لكن في هذا الإضراب اليوم هي مغلقة تماما. وربما كنا نشهد في بعض الإضرابات بعض عدد قليل من مركبات المواصلات، هذا اليوم على العكس تماما، لا حركة لمركبات النقل العام، كل المصالح التجارية مغلقة سواء محال الملابس أو البقالات أو المطاعم إلى آخره. الحركة في المدينة خفيفة جدا، مما يعني أن كل فئات الشعب الفلسطيني ملتزمة بالإضراب بشكل كامل، الطلاب ملتزمون وكذلك أصحاب المصالح التجارية والمواطنين. كما تضمن الإضراب الامتناع عن التسوق أو الدفع عبر البطاقات المصرفية واستخدامها. الالتزام ليس فقط في مركز المدينة وإنما في الأحياء السكنية أيضا والقرى المحيطة. ربما يعني هذه مسألة مهمة، يعني النقطة الأخيرة التي أشرت إليها حنين بأنه في عموم يعني الفعاليات المشابهة أو المماثلة في أوقات سابقة يعني الالتزام يكون يتركز عمليا في وسط المدينة وفي المركز التجاري الرئيسي، ولكن عن الأطراف وعن الأرياف يعني يحكى الكثير في مسألة الالتزام. هل لفتك اليوم أن حتى الأطراف والأرياف هي أيضا منخرطة تماما بفعاليات الإضراب وملتزمة؟ نعم رشا، هذا اللافت في هذا الإضراب كما ذكرت أن الأحياء السكنية والقرى المحيطة من مدينة رام الله هي ملتزمة بشكل كامل بالإضراب، لأنه عادة بعض المحال التجارية في المناطق المحيطة ربما لم تكن ملتزمة، لكن بالتزامن مع هذا الحراك العالمي والإضراب العالمي نصرة لقطاع غزة بالطبع وبالتأكيد المواطنون سيلتزمون في هذا الإضراب، وهم بالطبع وفعلا يعني فعليا التزموا على الطريق على الطرق الواصلة بين الأحياء السكنية، يعني ذهبنا ورصدنا لتوثيق الإضراب، ولا محل تجاري هو فتح أبوابه يعني اليوم، كلها مغلقة بالكامل. نعم، شكرا جزيلا لك الزميلة حنين قواريق مراسلة شبكة وطن الإعلامية، حدثتنا عن رصدك يعني تفاعل محافظة رام الله مع دعوات الإضراب من أجل غزة ليوم واحد فقط، مع أن غزة تستحق الكثير عمليا وتستحق أكثر من ذلك، ولكن كان النشطاء والمؤثرون من دول مختلفة في العالم قد دعوا إلى إضراب شامل يقطع أواصر المجالات كافة ل24 ساعة لمدة يوم واحد، بمعنى تبدأ من المحاكم والجامعات وتمتد لكافة مناحي الحياة، المواصلات والمطارات ورياض الأطفال والمحال التجارية وغيرها. الحملة التي حملت وسم الإضراب من أجل غزة أو إضراب من أجل غزة Strike for Gaza طافت مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق العالم ولاقت تفاعلا كبيرا جدا. هذه الحملة تهدف للتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان شرس منذ قرابة 66 يوما، إضافة لتحريك الحكومات أو في سعي للضغط على الحكومات من أجل الضغط على الاحتلال لوقف العدوان المتواصل بحق أهلنا في قطاع غزة.
ربما من المهم الإشارة اليوم متابعينا الكرام إلى أن الإضراب العالمي فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية هو يعني وفقا للكثير من الصحفيين والمصادر الصحفية العربية والعالمية هو ينفذ لأول مرة منذ سنوات طويلة. لم ينفذ العالم إضرابا أو لم ينفذ إضراب عالمي لأجل القضية الفلسطينية. الإضراب اليوم ينفذ لأول مرة في مختلف دول العالم نصرة للقضية الفلسطينية. ومن المهم أيضا أعتقد الإشارة إلى يعني انخراط بعض الدول العربية بشكل كبير وواسع مع فعاليات الإضراب، أذكر من ضمنها لبنان والأردن. عودة الآن إلى محافظات الضفة المحتلة، وننتقل الآن إلى محافظة جنين. عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الزميل الصحفي عمر مناصرة من جنين. عمر، مساء الخير. أهلا بك عمر، حياك الله. كيف تفاعلت جنين اليوم مع الدعوات للإضراب الشامل لمدة يوم واحد من أجل قطاع غزة؟ وجاءت هذه الدعوات بالتأكيد تزامنا مع دعوات لإضراب عالمي. يعني جنين مثل باقي المحافظات في الضفة الغربية كانت الاستجابة واضحة منذ اللحظة الأولى للبدء بهذا القرار، استجابة إلى قرار المقاومة في غزة ومن أجل نصرة أهلنا ومن أجل وقف العدوان عليهم. وهذا ليس بالجديد على جنين، فجنين يعني دائما سباقة بهذه الأفعال، تلبي نداء المقاومة وهي جزء لا يتجزأ من الحالة التي نعيشها في الضفة الغربية. وكما يطلق عليه الفلسطينيون في فلسطين أن جنين هي غزة الصغرى بسبب الأحداث المتراكمة التي تحدث بها. كان هنالك التزاما حديديا في الإضراب وإغلاق لكافة المحال التجارية وجميع ملاحق الحياة حتى على صعيد المخابز وصعيد على الاحتياجات الضرورية جدا إغلاقها، والتزمت في التزام حديد في الإضراب. يعني هنالك دعوات الآن إلى مسيرات ستخرج من وسط مدينة جنين تلبي نداء المقاومة ونصرة إلى أهلنا في غزة من أجل وقف العدوان عليهم. الدعوات تأتي بعد صلاة المغرب من دوار الشهداء في مدينة جنين، وهو الدوار الرئيسي التي تنطلق منه بالعادة المسيرات، تنطلق منه الوقفات. سيبدأ الجماهير والشبان بالتجمع بعد صلاة المغرب من أجل تنظيم مسيرة تليق في جنين وتليق في محافظات الشمالية وتليق في محافظات الوطن وتليق كذلك بغزة وما الذي يجري في غزة وبالتضحيات الغالية بالتأكيد في قطاع غزة. طبعا يعني أنا ربما ببالي مسألة أسألك عنها. جنين مثقلة صراحة، يعني بمقارنتها مع كل محافظات الضفة المحتلة هي مثقلة بالآلام وبالجراح، وتتعرض دائما للانتهاكات، انتهاكات الاحتلال. قبل أيام قليلة فقط يعني شلت الحياة في محافظة جنين وعم الإضراب الشامل حدادا على أرواح شهداء مخيم جنين. هل لمست أي ثقل اليوم من الناس، من المواطنين، أصحاب المحال، جميع مكونات الحياة يعني الاجتماعية والاقتصادية في جنين بخصوص الانخراط في هذا الإضراب؟ لأنه يعني هنالك صراحة يعني ظروف وأوضاع ويعني أسباب موضوعية تثقل كاهل الأهالي في جنين اقتصاديا واجتماعيا. جنين بالبداية يعني نحن نتحدث منذ ما يزيد من 3 سنوات أو 2.5 سنوات من الآن، وهي ضمن الحملات الشرسة التي تتعرض لها نخوض إضرابات بالتالي. يعني في عندما كل يرتقي عدد من الشهداء وعندما يرتقي أي شهيد، جنين تعلن الحداد وتغلق المحال التجارية وتضرب، هذا على مدار 2 سنوات. ولكن اليوم في جنين عندما كان هنالك نداء من أجل الإضراب وتضامنا مع في غزة، جنين كانت سباقة وجنين كانت في البداية لم نلامس أي من هذه الأمور التي تحدث عنها بخصوص أنه المحال التجارية وأصحاب المحال التجارية، رغم الظروف الصعبة التي تعيش جنين ورغم كل الأحداث التي مرت عليها، ولكن تقبلت الموضوع في كل محبة، لأن الذي يحدث أساسا في غزة والذي يحدث في جنين هو وجه واحد وجرح واحد. صحيح. وحتى نشعر في بعضنا البعض سنعيش يعني ليوم واحد. وأذكر أنا بالتحديد أن يوم
تقريبا يعني في بدايه الحرب عندما قرر الجنين وكان السباق بفعل اعتصام وعدم عوده اهالي الجنين من منطقه دوار الشهداء واعتصموا لمده ما يزيد على اسبوع كامل وهم يعني هنالك كانت قيام اعتصام والاهالي لا يعودون وكان القرار بانه اغلاق جميع المحال التجاري وصيام مدني حتى يتم توقيف الحرب في قطاع غزة لأنه كان هنالك رسائل من الشبان الفلسطينيين في جنين أنه يعني بالعامية خلينا نحكي أنه إحنا ما بدنا نعيش وأهالي غزة بموتوا. أنا أروح جامعتي وأهالي غزة جامعتهم دمر، ما بفتح محل تجاري وإذا غزة محله مقصوف ومش قادر يأكل، أنا بدي أكل وبين غزة كمان مش لاقي أكل أو مش لاقي مي. هاي الدعوات والإضراب والانسجام معها تأتي لنحس بنفس الوقت إنه إحنا جزء واحد لا نتجزأ، ونفس الوقت إنه أبناء شعب واحد، يعني رغم إنه الاحتلال حاول يفصلنا في 48 وفي ضغط وفي شتات وكذا، ولكن الوجع الفلسطيني موحد في الداخل في الخارج وفي الشتات وفي المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين. هذه الدعوة هي التي وحدت جميع الفلسطينيين ووحدت جميع الأحرار كذلك في العالم. صحيح، لأنه يعني أنا بإمكاني بس أعلق تعليق واحد على ما تفضلت في عمر بأنه فعلا الجرح هو جرح واحد والالتزام هو التزام ذاتي وليس التزام حديدي. شكرا جزيلا لك عمر مناصرة زميلنا الصحفي، حدثتنا عبر الخط الهاتفي من جنين الصمود. شكرا جزيلا لك، وأؤكد مرة أخرى متابعينا الكرام هذا التعليق أن الالتزام بالإضراب اليوم هو التزام ذاتي وليس التزاما حديديا. عندما يكون الالتزام ذاتيا يصبح حديديا، وهو كان التزام طوعي التزام ذاتي، الكل يشعر بالجرح النازف في قطاع غزة، كل مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة المحتلة تشعر في هذا الجرح النازف، في هذا الجرح الغائر حتى في الروح وليس فقط يعني في الجسد، في الروح. يعني جرح غزة هو جرح غائر في أرواحنا بالضفة المحتلة. فبالتالي كان هذا الالتزام بالإضراب وبالدعوات للإضراب الشامل هو التزام ذاتي أكثر من كونه التزام حديدي. قبل الانتقال إلى الورقة الثانية متابعينا الكرام، فقط يعني أؤكد سريعا وأعيد وأذكر بأن الدعوات، دعوات الإضراب الشامل العالمية دعما لقطاع غزة، يعني كانت فعالة بشكل كبير جدا في كل من لبنان والأردن أيضا كذلك الأمر. في لبنان متابعينا الكرام التزم لبنان بشكل كامل بدعوات الإضراب الشامل، توقفت الحركة بشكل كامل في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أيضا لبنانية أخرى وفي مناطق الجنوب اللبناني كذلك الأمر. أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة أقفلت وأغلقت أبوابها التزاما بقرار الحكومة اللبنانية الداعي للإضراب. في الأردن أيضا شهدت الدعوة للإضراب الشامل تفاعلا واسعا لدى العديد من القطاعات الخاصة في الأردن الشقيق، وهنالك استجابة واضحة مع الإضراب في العاصمة الأردنية عمان وفي عدد من المحافظات الأردنية الأخرى. أغلقت المحال التجارية اليوم أبوابها وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل غزة، كما أعلن عدد كبير من الشركات الخاصة المشاركة في الإضراب والانخراط الكامل بفعاليات الإضراب. سأنتقل سريعا إلى ورقتنا الثالثة في نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار متابعينا الكرام، وفيها حملات المقاطعة وحملات مقاطعة منتجات الاحتلال تتزايد. منذ 7 أكتوبر الماضي تشهد حملات مقاطعة منتجات الاحتلال نموا كبيرا وتزايدا وانتشارا واسعا
في الوطن وفي الخارج أيضا. تأتي هذه الحملات كتعبير عن الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويعني أسفر عن ارتقاء قرابة 18,000 شهيد حتى اليوم، حتى اليوم 66 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة. نتابع المزيد حول حملات مقاطعة منتجات الاحتلال المتزايدة وأيضا المتسارعة عمليا إن صح التعبير في الفيديو التالي من إعداد الزميلة دارين غزاوي لوطن في الميدان. نتابع. الكليله بادر بمقاطعه انتاجهم، لان كل دوله اسرائيل معتمده على الاقتصاد. مقاطعه واجب على كل عربي، على كل مسلم، على كل شخص عنده ذره انسانيه. أهم مبدأ من مبادئ النظام الفلسطيني اللي هو مقاطعة الاحتلال بشكل عام. على القليلة بادر بمقاطعة إنتاجهم، لأن كل دولة إسرائيل معتمدة على الاقتصاد. يعني عدم ماخذ هاي الأيدي العاملة الفلسطينية اللي عطلت من عندهم أثرت عليهم كثير، بس إحنا مقاطع الاقتصاد تبعهم. إحنا بنساهم في النضال، بنساهم في وقف ضرب غزة، بنساهم في بعدم توسعهم علينا، عدم يعني بنحد من الخطر ضد الشعب الفلسطيني. وبعدين ما لنا منتجاتنا الوطنيه، ما في عندنا منتجات وطنيه، يعني مش 100% زي اسرائيل، ولكن نسبه 95% وبنقدر نستغنى عنها. المساهمه الوطنيه اللي بيكون فيها الشعب الفلسطيني المفروض تكون على الكليله بغض النظر عن فئات الاعمار، مقاطعه الاحتلال اقتصاديا. هلا المقاطعه بشكل عام اللي هي مقاطعه المنتجات الاسرائيليه والمنتجات الامريكيه اللي بتدعم اسرائيل، هلا هو مش بشكل عام لازم نقاطعها ونستغني عنها بشكل كامل، مش انه عشان هلا اجى وقت حرب نقاطعها، احنا مش بحاجه الها، في عندنا بدائل هون، منتجات عربيه وطنيه ومحليه المفروض منا كشعب فلسطيني ندعمها ونبتعد عنها، مش بس على فتره اللي هي الحرب نقطعها. هي ابسط وسيله بنقدر انه احنا نضر الاحتلال الصهيوني فيها، عن طريق انه احنا نضر اقتصاده بشكل كبير، فبالتالي ما يقدر انه يشتري الصواريخ والدبابات والاشياء اللي بتضر اهالينا بغزه، اهالينا بغزه عم بيموتوا، وهي الطريقه احنا بندمر الاقتصاد الصهيوني، بنفس الوقت بندعم السوق الفلسطيني والسوق المحلي والوطني، ففعليا المقاطعه واجب على كل عربي، على كل مسلم، على كل شخص عنده ذره انسانيه، لانه احنا هيك بالتالي هينا هيك شوي 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 عم نضعف الاحتلال الصهيوني. رأيي على المقاطعة أنها هي إشي مهمة، بحيث أنه إذا ما بتشتري منتجات إسرائيلية بتدعم كيان صهيوني اللي هو عدونا، ما بتشتري من هدول الشركات اللي بتدعمهم، هاي الشركات رح تخسر البروجرس تبعها، بمعنى أنه رح يقل الإنتاج المالي منها، ما رح تدعم كيان صهيوني بمصاري أكثر اللي هو لا تشتري أسلحة، ما رح تدعمها بأسلحة قنابل وتفجيرات صواريخ أكثر عشان تقتل الشعب الفلسطيني أو ناس اللي في غزة.
أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام، شكرا للزميلة دارين غزاوي في الإعداد والتصوير، الزميلة في فريق وطن في الميدان، وللزميل محمد زاغة في المونتاج، والزميلة وفاء العروري في الإشراف والمتابعة. بهذا الفيديو حول مقاطعة وحملات مقاطعة منتجات الاحتلال في تزايد، أختم وإياكم حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. لكم تحياتي، أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، شكرا للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان، شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية، نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات، شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان.